بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا فيه أن طاعة العلماء والأمراء فيما يخالف شرع الله أنه شرك، لأنه اتخذهم أربابا من دون الله، يعني أشركهم مع الله، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى، هو الذي يحلل ويحرم. فمن شرك معه أحد التحليل والتحريم فقد اتخذه معه ربا، ولذلك لما استحل المشركون الميتة قالوا إنها حلال، قال الله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أطعتموهم في تحليل ما حرم الله إنكم لمشركون، وهذا يسمى شرك الطاعة. ولاحظ قول الشيخ رحمه الله: من أطاعهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، بهذا القيد. أما طاعة العلماء والأمراء فيما وافق شرع الله هذا واجب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم الأمراء والعلماء من المسلمين، لكن بشرط أن لا يحل ما حرم الله أو يحرم ما حل الله. هذه مسألة مهمة. كثير من الصحفيين اليوم وأصحاب الأهواء يقولون: ما دامت المسألة فيها خلاف نحن نأخذ ما يصلح لنا من أقوال العلماء، ولو كان هذا القول خطأ. لا، العلماء ليسوا معصومين، ليس هناك معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يؤخذ بقوله عليه الصلاة والسلام مطلقا، لأنه لا ينطق عن الهوى. أما العالم فإنه يخطئ ويصيب، نأخذ ما أصاب فيه ووافق الدليل، ونترك ما أخطأ فيه. أما الذي يتبع هواه ويأخذ ما يصلح له ويوافق هواه رغبته فهذا متبع لهواه، اتخذ إلهه هواه، فهذا قول باطل. إننا ما دامت المسألة فيها خلاف نأخذ ما يصلح لنا وما يوافقنا، هذا قول. هذا نفس المسألة، نفس القضية، اتخذهم أربابا من دون الله. فالمسألة خطيرة جدا. الله جل وعلا ذكر عنهم يوم القيامة، ذكر عن أهل النار: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فهم أطاعوهم في معصية الله، لذلك صاروا معهم في النار، نسأل الله العافية. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لكن ينفعهم هذا؟ ما ينفعهم.
فهذه مسألة مهمة جدا، لأنها انتشرت الآن، انتشرت الآن، وما دام قال فلان كذا نأخذ به. طيب قال فلان كذا، لكن ما دليله؟ هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، ما دليله؟ إذا بنى قوله على دليل صحيح من الكتاب والسنة فلا بأس. أما ما نطيعه لأنه رأي فلان، لكن نطيعه لأنه حكم الله ورسوله. نعم. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذ أربابا. ما هو طاعة العلماء والأمراء محرمة مطلقة، لا، بهذا القيد. نعم. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما حصل خلاف في فسخ الحج إلى العمرة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة وأن يتمتعوا، فأطاعوه وتحللوا، أدوا العمرة وتحللوا. أبو بكر وعمر وجماعة يقولون: لا، ما يجوز فسخ الحج إلى العمرة، اجتهادا منهم. أبو بكر وعمر اجتهدوا فأخطأوا، يقولون: ما يجوز فسخ الحج إلى العمرة، من أحرم قارنا أو مفردا يبقى على إحرامه. لا، ما يبقى على إحرامه، يفسخ، أفضل له، إلا إذا ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه، أما إذا لم يسق الهدي فإنه الأفضل أن يتحلل، أن يفسخ الحج إلى العمرة، وهذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. فمن نطيع؟ نطيع الرسول ولا نطيع أبا بكر وعمر؟ لما ذهب ناس إلى قول أبي بكر وعمر قال ابن عباس هذه القولة العظيمة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. أقول قال رسول الله، يعني في فسخ الحج إلى العمرة، تقولون قال أبو بكر وعمر، هذا إنكار منه. فإذا كان أبو بكر وعمر أفضل الأمة إذا أخطأوا في الاجتهاد، لا عن قصد منهم وإنما عن اجتهاد، أخطأوا في الاجتهاد، لا يجوز لنا أن نطيعهم ونترك ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بغيرهم؟ كيف بغيرهم ممن لا يدانيهم في العلم والفضل؟ ونقول مجرد الخلاف هذا يبيح لنا ما نريد. نعم. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله بنفس المسألة لمن يطيع العلماء فيما أخطأوا فيه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا الحديث الصحيح، يتركونه ويذهبون إلى رأي الفقيه، إلى رأي سفيان. والمراد بسفيان من هو؟ سفيان الثوري، الإمام الجليل الورع التقي المفسر المحدث الفقيه الذي شهدت بفضله الأمة، ومع هذا لا نأخذ قوله إذا خالف الدليل. هو معذور لأنه مجتهد، لكن ليس معصوما، يخطي. لما نحن ما نأخذ قوله لمجرد أنه رأي سفيان ولا رأي أبي بكر وعمر، أو رأي أحمد، أو رأي مالك، أو رأي الشافعي، أو رأي أبي حنيفة، لا،
احنا نتبع الدليل من الكتاب والسنة، هذا الواجب على المسلم. يذهبون إلى رأي سفيان يعني، ويتركون الحديث الذي عرفوا صحته، عرفوا الإسناد وصحته، ثم يخالفونه ويأخذون برأي فقيه، هذا يصاب والعياذ بالله، من تعمد هذا يصاب بالفتنة، أن تصيبهم فتنة. ثم بين رحمه الله ما هي الفتنة، قال الفتنة الشرك، لأنه أطاعهم في التشريع، أطاعهم في التشريع الذي أخطأوا فيه، مثل قول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم، يعني إذا أطاعوا أبا بكر وعمر وخالفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من أطاع رأي سفيان، وسفيان وغيره من الأئمة يقولون لا تأخذوا أقوالنا حتى تعرفوا أدلتنا، لا تأخذوا من أقوالنا إلا ما وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرض الحائط. وقال رضي الله عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيؤخذ ما وافق الدليل. وقال أيضا رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد. هذا كله كلام الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد سمعتم كلامه. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة إلى قسمين، إما فتنة شهوات كشهوة الزنا وشرب الخمر أو شبهات والعياذ بالله، هذه أشد، هذه تكون في العقيدة، أما الشهوات فتكون في العمل والأخلاق وفسق، تكون فسقا، أما هذه والعياذ بالله هذه في العقيدة، يزيغ الإنسان إذا ارتكبها الإنسان متعمدا يزيغ. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. الشرك في أي شيء؟ في الطاعة، الشرك في الطاعة، الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله، بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ برأي فلان المخالف له، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، وهو فساد القلب، الزيغ فساد القلب، فيهلك والعياذ بالله، فهذا يسبب الزيغ. شوف، اللي يأخذ أقوال العلماء دون دليل لأنها توافق هواه يصاب بالزيغ. ولهذا يقول العلماء من تتبع الرخص تزندق، والرخص المراد بها أقوال العلماء، أما الرخص التي شرعها الله كالقصر في الصلاة في السفر والإفطار في رمضان والجمع بين الصلاتين، هذه رخص شرعية، لكن الرخص المراد بها اللي يتبعها يتزندق أقوال العلماء المخالفة للدليل، هذا الذي يتزندق لأنه يخرج من الدين والعياذ بالله. ولهذا يقول الشاعر العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين قول فقيه، ما يصلح هذا. نعم. عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له إنا لسنا نعبدهم،
قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الله جل وعلا: في اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. الأحبار في اليهود والرهبان في النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي عبدوهم من دون الله، عبدوهم من دون الله. سمعها عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، وكان نصرانيا، كان على دين النصرانية، هو أبوه حاتم وأهل طي كانوا على النصرانية قبل الإسلام، وحاتم مات على النصرانية. أما عدي رضي الله عنه ابنه فإنه أسلم، أدرك الإسلام وأسلم وحسن إسلامه، وصار قائدا في الجهاد في سبيل الله رضي الله عنه. لما سمع هذه الآية قال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، يعني لسنا نصلي لهم ونسجد لهم ونركع لهم ونذبح لهم. هذا اللي فهمه عدي رضي الله عنه، فهم أن اتخاذهم أربابا من دون الله أنه عبادتهم بالركوع والسجود وغير ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا معنى الآية أنها ليس كما فهمها عدي: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. أقر عدي رضي الله عنه بهذا الفعل من النصارى. قال: فتلك عبادتهم. هذا الشرك الطاعة، شرك الطاعة، لأن التشريع حق لله، هو الذي يحلل ويحرم، ولا يتدخل معه أحد في ذلك. فمن أشرك معه في التحليل والتحريم أحدا فقد اتخذه ربا، اتخذه ربا. والآية واضحة في هذا. فعلى هذا، هذه النصوص كلها تدل على أنه لا يجوز أن يؤخذ بقول المخالف للدليل مهما كانت منزلته. وهل يخالف الدليل أهل العلم؟ نعم، يخطئون، هم يخالفون عن تعمد. المجتهد يخطئ ويصيب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن لا نتابعه على الخطأ، هو مأجور على اجتهاده، ولا يأثم على مخالفته الحق لأنه لم يتعمد. أما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ ما أخطأ فيه لأنه يوافق رغباتنا ولا رغبات فلان ولا علان، ما يصلح هذا. نعم، صلى الله عليك. فيه مسائل. الأول، نعم، في هذا الباب، في هذه النصوص مسائل. نعم. الأولى: تفسير آية النور. تفسير آية النور كما فسرها الإمام أحمد رحمه الله في قوله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يتركون الحديث الصحيح ويذهبون إلى قول الفقيه لأنه يوافق هواهم ورغبتهم، أما الدليل ما يوافق رغبتهم. نعم. الثانية: تفسير آية براءة. تفسير آية براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أنه ليس المراد أنهم يصلون لهم ويسجدون لهم ويعبدونهم بأنواع العبادة المعروفة، ولكن معناها أنهم يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، تشريع، يطيعونهم في التشريع. أم لهم شركاء، شوف، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله،
فدل على أن اللي يحلل ويحرم بدون دليل أنه اتخذ نفسه شريكا لله سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، أنها عامة، أن العبادة ليست مقصورة على الصلاة والصيام وأنواع العبادة المعروفة، بل تشمل أيضا التحليل والتحريم والتشريع. نعم. الرابعة تمثيل ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان، وهم من أفضل هؤلاء، من أفضل هؤلاء هم أفضل الصحابة، وسفيان ثوري من أفضل العلماء، ومع هذا من أطاعهم فيما أخطأوا فيه من الاجتهاد فقد اتخذهم أربابا من دون الله، ويستحق أن تنزل عليه حجارة من السماء. نعم. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية. نعم، هذا في عهد الشيخ، والشر يزيد، أنهم زاد الأمر من اتباع المخطئين في الاجتهاد عن غير قصد إلى أن تطور وصار الولي يعبد من دون الله، يذبح له وينذر له إلى قبره وإلى بحجة أنه ولي من أولياء الله، والولي يجوز أنه يصلون له ويذبحون له وينذرون له ليقربهم إلى الله زلفى بزعمهم. تطور الأمر. نعم. حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. هي العلم والفقه. هي العلم والفقه. العلم والفقه ليس بأخذ أقوال المجتهدين من غير تمحيص. العلم والفقه هو اتباع الكتاب والسنة. هو اتباع الكتاب والسنة، هذا هو العلم والفقه. أما اتباع أقوال الفقهاء من دون تمحيص لها ومعرفة لدليلها فهذا ليس علما، هذا هو الجهل، وهذا هو التقليد الأعمى. هذا هو التقليد الأعمى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا يسمونه التقليد الأعمى. نعم. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، بل إنهم ما اقتصروا على عبادة الصالحين والأولياء، بل أطاعوا عبدوا من هو من أولياء الشيطان، عبدوا من هو من أولياء الشيطان من أصحاب السحر والمخاريق الشيطانية، ويقولون هذه كرامات، كرامات تدل على أنهم أولياء، ولم يعرفوا أن هذه ما هي كرامات، هذه خوارق شيطانية ما هي كرامات. نعم. ثم أيضا لو كانت كرامات ما يجوز أن يعبد من جرت على يده. نعم. وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نعم، من ليس عنده علم أصلا. إذا كان من أطاع أبا بكر وعمر في اجتهاده في مسألة فسخ الحج إلى العمرة وخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه من هذا الوعيد، فكيف من اتخذ جاهلا متعالما لا يعرف شيئا اتخذه إماما له؟ الأمر أشد في هذا. نعم. باب قول الله تعالى يكفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.